الله يمسيكم بالخير، إن شاء الله تكونوا تمام وأموركم منيحة وأيامكم كلها عطر. اخترت لكم اليوم عطر ستاتي للسيدات، حتى للصبايا بيمشي حاله، وهو شبيه عطر أو من روح عطر سي من جورجيو أرماني، وهو الريف ام وومن. هذا العطر شبيه السي من جورجيو أرماني، سعره بحدود 6 أورو إلى 7 أورو، يعني ما بتجاوز 2 دولار. الإزازة عم تيجي تقريبا 90 ملي، حجم القنينة والفينيشينج تبعها كتير حلو، مقبول يعني بالنسبة لسعره، يعني سعر رائع. العطر أداؤه مانو كتير واو، ولكن اللي بحب يروح للأسعار أو العطور يلي أسعارها شوي اقتصادية ليكون بمتناول الجميع، فهذا بديل جيد من الافتتاحية تبعيته اللي هو أوراق الكشمش الأسود وبالقلب الورد والفريزيا وبالقاعدة البتشولي مع الفانيليا والأمبروكسان ونوتة الأخشاب، عاملين توليفة حلوة، ولكن يغلب عليه النوتة الفانيلية أو يعني السويتية، نحن اللي بنسميها الجورماند. هلأ هذا العطر أداؤه تقريبا يختلف من شخص لآخر، ولكن أنا حاولت يعني على جلدي تقريبا بحدود 3 ساعات إلى 4 ساعات لا بأس فيه، ولكن كأداء لمدة ساعة أداؤه كويس كتير حلو ومنيح للستات اللي بيحبوا يحطوا يعني عطورهم بالجزدان أو هيك. في منه 30 ملي يعني بيمشي الحال إنه يعطي أداء لمدة ساعة، كتر خيره بالنسبة لهيك سعر. والعطورات اللي أنتوا عم تشوفوها بالسوق قديش الأسعار يعني طايرة وما عم تهدي، ما حد عم يقدر يوقفها. لريف ان وومن تقريبا بعتقد يعني إنتاجه كان بال 2014. بالنسبة ل جربت نوع تاني من الريف ان ريد، ولكن أداؤه بصراحة ما عجبني، ولكن اللي بحب بس اللي بحب منكم يعني يروح للعطور ويجرب أسعار يعني تكون شوي معقولة، يعني لا بأس فيها تجربة، يعني لا بأس فيها وبتستاهل بالنسبة للسعر والأسعار الموجودة بالسوق. شوي هذا يعني الكحول فيه كتير ظاهر. هيك كان معنا الفيديو لليوم، وان شاء الله الى ريفيوز جديد ولقاءات جديدة، وعم حضر لكم اشي حلوة ان شاء الله رح تنسروا تنبسطوا منها، وبدي كمان يعني عونكم ومساعدتكم ان شاء الله بنحكي فيها اما ببس مباشر او باحد الفيديوهات المسجلة. محتى لكم كونوا بخير ومن الله.